جاو دحامها لعابه ودحامها كل شيء من تقريبا من الستينات. انا كنعقل عليه وكنهضر معاك تنشبع زعما تنشبع ما نعاودش داك الشيء اللي داز معايا واللي دوز في الرجاء ومع اللعابه ومع كل شيء. الله يغفر لنا ولا والله يرحمه. انسان متقب وكان راجل فيه الانسانيه ومعقول ودرويش ودوزنا ما عمرنا في الرجاء. انا من 61 وانا معاه. المرحوم بالطبع الكل يعرفه، كيعرف الخصال الحميده ديالو، كيعرف كذلك يعني التزامه، كيعرف كذلك حبه لفريق الرجاء البيضاوي، وكان رئيس متميز عايشته في ذاك الفتره، وفتره اللي كانت فتره اعاده بناء فريق الرجاء البيضاوي، وتحملها بكل كفاءة وبكل حنكة. فترة اللي عرفت فيها الرجاء البيضاوي ألقاب وطنية وألقاب قارية، وبقى دائما في إطار التزامه الرياضي، لكن كذلك في إطار التزامه المرتبط بقناعاته المهنية حول الكتاب والمعرفة ونشر المعرفة، وكذلك التزاماته الجمعوية. ويمكن لي نأكد بأنه ويشهد له الجميع بذلك بأنه إنسان اللي عنده يعني شجاعة يعبر عن آرائه بكل حرية وبكل شجاعة، وهذه الخصال هذه جعلت منه أنه إنسان بالطبع محبوب لدى عائلته الصغيرة، لدى عائلته كذلك الكبيرة، وهذا قدر الله. إذن تعازينا الحارة لعائلته الصغيرة، تعازينا لعائلة الرجوية كلها، وكذلك تعازينا لكل أحباب، لكل العائلة الرياضية، ولكل من تعرف على هذا الرجل ووكبه في مسيرته. كان كيتجاوز بين جوج عمليات النشر، كان شير ومثقف، واول القاب الرجاء كانت معاه في سنه 1988، عشرته بطبيعه الحال هذا الهرم هذا. اليوم كيفاش كتشوفوا هذا الفقدان وهذا طبعا مؤلم جدا، مؤلم خصوصا وانه كان جاب بواحد الطريقه سريعه، ما كان حد كينتظر، لانه اخر لقاء ديالي معاه كان انسان الحمد لله يتمتع بصحته بقوته دائما نفس يعني الحركيه، نفس الديناميه، نفس الطموح، نفس الرغبار، نفس الالتزام. وبالطبع صدمة أنه بالطبع في فترة قصيرة، ولكن هذا قدر الله، وهذا فقدان العائلة، فقدان صديق. ونتمنى بالطبع أن الروح الطاهرة ديالو وتمشي يكون مآلها ومآل الجنة والعائلة ديالو الصغيرة والكبيرة. نتمنى. شكرا جزيلا. الله يرحم السي عبد القادر. السي عبد القادر رجاوي محض، سجل التاريخ ديال رجاء، انتصاره البطولة الأولى. الله يرحمه ويجد على حمات، الله يطول العمر اللي باقي. كان في ليديسيون في النشر مؤلف، وكان من الناس اللي دافعوا بزاف على إنشاء في المغرب وفي النشر كثير. الله يحمه. شنو سعرك؟
تصور الثناني الله يرحمه فضل النار الله يوسع عليه الله يجعله من أهل الجنة، رجل من رجالات الرجاء، مسير هرم، رجل مثقف، رجل هادئ، كما كنقولوا رئيس الاتحاد المهني للنشر. فالسيد كان عنده مجموعة من الصفات، كان غيور على الرجاء، من أوائل المسيرين اللي نهجوا طريق الاحتراف، طريق الاحتضان، طريق الاستشهار، طريق أننا نبعدوا على الفرجة ونقلبوا على الألقاب. فالله يرحم هذا السيد هذا، وكنتمنى أن جميع المغاربة والمسلمين وجميع الرجاء المتخصصين يدعوا مع السيد، لأن أقل شيء اللي نقدروا نعطيه دابا هو الدعاء. الله يرحم السير الثناني. من رجالة هذا البلد اللي عطى الكثير للرياضة والفريق الرجاء، الله يرحمه في هذا النهار ويوسع عليه ويجعله من أهل الجنة إن شاء الله بإذن الله. اللهم ثبته عند السؤال، اللهم أوسع مدخله. كان رجل طيب، رجل من خيرة الرجال، يعني ما كتسمعش منه كلمة العيب، إنسان محبوب من الجميع. والدليل على هذا تشوفوا هذا الحشد ديال الناس اللي جاوا باش يودعوه لآخر، يشوفوه لآخر مرة. الله يرحمه في هذا النهار ويوسع عليه، لله ما أعطى ولله ما أخر. الحجر الثاني الله يرحمه كان إنسان فضيل، إنسان طيب، رجل من رجالات نادي الرجاء الرياضي ورجل من رجالات المغرب، إنسان مثقف الله يرحمه ويوسع عليه، نفقده للأسف في ظروف يعني مفاجئة، مر بمرض مزمن. وصراحة جميع الإخوان لجميع الرؤساء السابقين ما كانت خبرهم، تلقينا هذا الخبر في الصباح وتصدمنا صراحة. فقدنا أحد الحكماء، فقدنا أحد المثقفين البلد، فنسأل الله سبحانه وتعالى له بالرحمة والمغفرة، ونسأل الأسرة دياله الصغيرة الصبر والسلوان، ونسأله أيضا الصبر والسلوان العائلة الرجوية كاملة. إنا إليه راجعون. أولا الله يرحمه ويجل عليه الرحمة، واحد الإنسان اللي عطى الكثير للرجاء، وكان دائما غيور، كان في مكاتبه وكان على برا من المكاتب، كان دائما تيناظر في نفس المصلحه ديال الرجاء ودفاعا على الرجاء. اول واحد خدم معاه لقب، يعني واحد الانسان اللي ما خصناش ننساوه، عطى الكثير الله يرحمه ويجل عليه الرحمه فاطمه راجل. العائلة ديال المرحوم، والمرحوم حنا كنسمعوا ليه سبق لنا حنا من 61 كنعرفوا، راجل طيب كيتعامل، وانا كنعقل عليه غاما مع الرجاء بعضه باش وقف مع الرجاء. وثاني حاجه دينا معاه كوب دافريك، ودينا معاه بطوله في 87 اللي كنتو كتعقلوا، وهذاك الكاس راه جناه من ويهران الرجاء، وكنعرفوه اشتغل ومن ما وضحى مع الرجاء بزاف ومن ماله الخاص. واش غنقول لك، بزاف ما يتقال على ذاك السيد. لجينا بسم الله بلا ما نكذبوا على الله، كان رجل طيب اول حاجه، ورئيس معنى الكلمه ما نكرهوش، يكونوا بحاله تا هما هنايا، يكونوا هذا الرؤساء ديالنا، يكونوا مثال ديالو هو. وكنت الله يرحمه